نعم، أهلا بكم في المشاهدين الكرام. نحن الآن داخل مدينة سرت، نحن تحديدا في البوابة الشرقية أو الغربية لمدينة سرت، من عندما تتجه من بنغازي إلى العاصمة طرابلس. أنا على الطريق المحطة البخارية في مدينة سرت. أولا أتحدث عن أهم نتائج اليوم. القوات المسلحة استطاعت ضرب رتل يتكون بعدد من المرتزقة بمساعدة يعني بعض ميليشيات من مدينة مصراتة، وأيضا القادمين من الغرب باتجاه بنغازي استطاعت اليوم تدمير أكثر من 13 سيارة، وأيضا وقوع أكثر من 34 قتيل وعدد كبير من الجرحى داخل يعني تم الهجوم على تلك الأرتال بعد محاولتها الدخول إلى الحدود الإدارية لمدينة سرت. القوات المسلحة لا تزال تصل أرتالها يعني غربا باتجاه شرق مصراتة. هناك عدد كبير من التجهيزات وصلت إلى ما بعد سرت. القوات المسلحة الآن تقوم بعمليات تمشيط لتلك المناطق ما بعد بوابة الخمسين حتى بيرات الحسون، وتتقدم ما بعد ذلك ايضا لربما الوضع العام هنا في مدينه سرت والوضع انتشار دوريات وزاره الداخليه من مديريه امن سرت وايضا الاداره العامه للبحث الجنائي، انتشار عدد كبير من هذه ربما الوضع العام هنا في مدينه سرت والوضع انتشار دوريات وزاره الداخليه من مديريه امن سرت وايضا الاداره العامه للبحث الجنائي، انتشار عدد كبير من هذه الدوريات لتقوم بتامين اهالي مدينه سرت وتامين ايضا ظهر القوات المسلحة. القوات المسلحة الآن هي يعني في موقف الهجوم على تلك الميليشيات في انتظار الهدنة التي أطلقتها مبادرة القاهرة لربما غدا أو فجر اليوم على تمام الساعة 6 صباحا سوف تبدأ الهدنة حيز التنفيذ. إلى هذه اللحظة لا يوجد أي اشتباكات داخل الحدود الإدارية لسرت. جميع القوات متمركزة في مواقعها التي تم إعطاها من قبل غرفة العمليات. اليوم أيضا كان هناك زيارة لإدارة التوجيه المعنوي لعدد من وحدات القوات المسلحة، وزارت أيضا العديد من التمركزات سواء في محيط سرت أو داخل سرت. الزيارة يعني هذه الجولة أتت بعد جولة قام بها العميد خالد المحجوب إلى منطقة الجفرة. اليوم سنحاول يعني أن نتواصل مع العميد خالد المحجوب لأخذ تصريح منه بخصوص هذه الجولة. أما الآن فالأوضاع تسير على خير ما يرام. القوات المسلحة باشرت في تأمين مناطق ما بعد سرت، يعني المحطة البخارية التي زعمت قنوات الإخوان بأنها سيطروا عليها هي خلفي مباشرة الآن العميد خالد المحجوب إلى منطقة الجفرة. اليوم سنحاول يعني أن نتواصل مع العميد خالد المحجوب لأخذ تصريح منه بخصوص هذه الجولة. أما الآن فالأوضاع تسير على خير ما يرام. القوات المسلحة باشرت في تأمين مناطق ما بعد سرت، يعني المحطة البخارية التي زعمت قنوات الإخوان بأنها سيطروا عليها هي خلفي مباشرة الآن. كل هذه المسافة هي تحت سيطرة القوات المسلحة، وتقوم أيضا القوات بتأمين كل المرافق الحيوية داخل سرت وضواحيها.